السلام عليكم، مساء الخير عمي الطاهر، نتمنى تكون لاباس بيا. عمي الطاهر، عندي استفسار برك. انا عندي سياره فولكس فاجن جولف 4 محرك بنزين 1.4. السياره ما شاء الله عندي واحد العامين هكذاك من شريتها، ما دارت لي حتى بروبليم الحمد لله. الانسان مشيت بها ما خليت بها حتى بلاصه الحمد لله بيان. كانت في بعض الاحيان تشعل لي لمبات الزيت ساعات كنيوطي بصح شغل المشكل ما فهمت انا، وما قالوا لي كاين مشكل، شغل بان لي مشكل في الطابلو، وتاكدت منه بلي مشكل في الطابلو بيسكو واحد النهار درت لها الفيدونج، ومور الفيدونج مباشره ولات تشعل لي لمبات الزيت شغل اللي تنستهزى عليها. انا فدت المشكل هذاك مني مع مرور الوقت ولا شغل تشعل لمبات الزيت، بصح شغل ما نعطيها حتى اهتمام بيسك على اساس الزيت ما راهوش ناقص من الموتور. ومشيت بها ما خليت بها حتى بلاصه الحمد لله، ما دارت لي حتى مشكل. مؤخرا ولات تنقص شويه الزيت، ولات لي ثاني شغل اكتشفت انها كي قاعد نمشي بها انا راها تشعل لي لمبه الزيت، وتشغل تشعل ماشي كما كانت تشعل الطريق الاول، لا تشعل بطريقه شغل كما نقولوا حنا تزيد تكثر حتى واحد الوقت هكذا حبيت نشوف انا علاه المشكل هذا اللي قاعده تشعل لمبه الزيت وعلاه قاعده دير المشكل هكذا. نوضت الطوموبيل خليتها ما سخنت، كي سخنت بيسك هو كانت تنقص لي الزيت، كانت تشعل لي لمبات الزيت غير كن مثلا عود مفورصي، عود مثلا طالع في كاش طلعه ومثلا في البالي هكذا ولا حاجه ما ديرليش المشكل هذا، غير في الطلعات ولا جاك تعود مثلا مودور مفورصي ولا مضغوط هكذا تشعل لمبات الزيت. كي شفت الطوموبيل لقيت الريشه تاعها ما راهاش تشعل، التبريد تاعها تاع الفونتيراتور ما راهاش الدور كيما تشغل الطوموبيل سخونه والريشه ما راهيش تشعل، شغل حكمه الريح ولا تشغل كيما فولكس فاجن في هذا كي يحكم الريح تولي الريشه ما الريشه تاع التبريد تاعها تولي ما تخدمش. ديت عند لي ميكانيسي قالوا لي هذا الجوان كي لاصيكون يكون مصوتي، قلنا معليش.